والعيسوية في آخر القرن 19 ثم تسجيل فرانسيس عند فرانسيس موجودين يغنيوا أتروافوا ألور كو هو معناها الشون أتروافوا ما عندناش هذا موسيقيا يلزمنا نتعلموه هذا. الله عليك عماد خلينا نمشي نشوف. شكرا. شيخ يعني توا العباد تمشي كما قال لك عماد راهو اللي يدخل العالم هذه هذا العالم هذا المجتمع الآخر راهو اللي لا يبدو أمام العباد اللي داخلة من ديارها خارجة من ديارها امشي الريستورون امشي ماتشكورة امشي السينما لا فما أنا أعتقد يمشيوا العيساوية أكثر من السينما. أنا السينما في تونس. أنا السينما أكثر من السينما وأكثر من تمشي للمرسى. بربي بربي يا عمدة من الأجيال الكل الأعمار. أي صدقني آخر مرة مشيت لسيدي عبد العزيز في المرسى أي. حتى 10 سنين و11 سنة موجود. سبع سنين. أعمار الكل. أعمار الكل. جيبوا ولادهم. يعني مش تاع شيوخ. باش نقول لك ونساء زاد ومرتالي في الخدمة. جيبوا ولادهم. وبكاء وشيء. وبكاء ودنيا. مش معناها يخليهم ياخذوا المشعل كما يكون جيبوا ولادهم معاه يحضروه. بربي سي عماد باش نسألك شنو هو الفرق يعني في التعذيب النفسي يعملوا فيه؟ مش تعذيب نفسي. أنت تراها. لا أنت مازال سؤال. أنت من موقع بسيكاناليست. يا عماد مازال سؤال. تفضل. شنو هو الفرق يعني في التعذيب النفسي يعني الطريقه هذه اللي يعملوها العيساويه وطريقه اللي يعملوا فيها الشيعه شنو الفرق؟ لا مش تعذيب نفس هما الطريقه نتاعهم هي طريقه تاديبيه ادبوا رواحهم يتعلموا يحبوا يصطدموا بالحياه يحبوا يفهموا الحياه يحبوا حكيت عليها بكري عرجت عليها اختنا سلوى طريقه معناها تتبع عالم الانضباط نتاعهم وعالم 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 الاورجانيزاسيون نتاعهم سامحنا سلوى بعدين خاطر هو قال اسمي فين قلت له حاضر جلال الدين الروم يحكي عليها قال يحكي يؤدب الالم صاحبه يسقله اكسيتيرا ان للالم باطن فيه الرحمه يتحدث على الطرق الصوفيه توا وقت يجي يقول الاخرج انت تتشبه بالخروف والاخر تشبه عساكم بالحنش والاخر تشبه بالصيف فلسفتها العميقه فلسفه خاطئه فلسفه شيطانيه خاطئه شوف سيدي هذه سعد وهذا ايش حاب يوصلوا له؟ يعني وين من ديننا وين من العقليه نتاعنا احنا؟ الموسيقى انظف وارقى من هذه الاشياء هذه اشياء مدنسه يحبوا يحطوها في المقدس انا لا اشاطرك يا سي عماد هو تحليل هو تحليل تحليل الموسيقى حاجه اخرى تو يتفاعل مع عماد لكن خليني نمشي للشيخ التومي